والله. اليوم قررت اني اروح لفالكونز اتش كيو اللي موجود في البولي بارتي جيمرز 8. راح نجرب فيه ان شاء الله مطعم ابو عمر والمكسيكي وبطاط بندريتا. ليتس جو. الحين انا متوجه لفالكونز مع القفله هذه. الدنيا براد ما شاء الله تبارك الله، درجه حراره 40. 40 طيبه. اللي بيجي لا يجي في العصر ولا يجي العصر، بس برات صراحة جوه هنا ما شاء الله الجو حلو مرة. المهم أنا عند المتجر حقهم، أبغى أخذ نظرة عليه شوي كذا، بعدين بروح المطعم أشوف شو سالفته، يمكن ما أفتح للحين جاي بدري. أنا عندهم فقرات، شو السالفة؟ توقعت بيكون يعني متجر خاص فيهم هم، يعني طلع والله حاطين فقرات، حاطين هنا سيوف دي حقت جود فور ولا وشو ضار حقت جود فور، ما ادري تشبه له زبده ما ادري. اوه هذا يا عيال، هذا مو شرط النوع يعني، بس قصدي اللي يجيك كذا حديد والله حلوه تحفظ البرود. عندي واحد انا الحين في شنطتي مره شيء جبار. اوه رايق ذا فالكونز، ما في شيء للشتاء غريب، ما في بلوفرات جوي ذا الالعاب اللي بيني كسر راسه بيد واحده بس. جبتكم جلد ما ودي، ابغى تكن. تعال عطني تكن ولا مورتال كومبات. يا جود مي هذه غرف الستريم حقتهم اللي موجوده هنا، مره شيء جبار يا عيال، احلى من السيت اب حقي قسم بالله. واو ما شاء الله بي سي الحال اصلا واضح انه شيء اسطوري. بلاي ستيشن 5 موجود، كاميرات مو واضح الظاهر بس انه في كاميرا. طلع الساعه 5 يبدون المطاعم وانا جاي بدري، جاي 4 زبده. شوفوا ما شاء الله اذكر الله يا شباب، اذكر الله ما شاء الله تبارك الله. ما ادري ايش اي شيء وشو، بس اعرف هذه مويتر ديتر اللي مخضرني ولا هذيك، والله واحده منهم ما ادري ضار ذي. طلعت جاي بدري مره يا شباب، يفتحون المطاعم على الساعه 5 و10 دقائق، انا جاي من 4. انا داني يفتحون 4 الابواب بس المطاعم شكلها تتاخر شوي. المهم علينا، خلني نريح هنا. طبعا قاعد اسجل بصوتي بالجوال ما عندي مايك، يعني راح يشوف هذا الموجود. شوفوا ايش جايب معي الكوكيز. طبعا قايل انا في سناب تراني بجي جيمر زيت، واللي بيجي ذا بشوفه بياخذ منها، وبعض الشباب هنا اذا شفتهم ان شاء الله بذوقهم وشوف رايهم عنها، ومنها بجرب انا اكلهم، يعني اجربهم يجربون. ويبا امبري، وصلنا عند حق المكسيكي هنا. محمد مسوي تاكوز بنمر عليه ان شاء الله، بس ما ادري جاهزين ولا لسه. هنا حق بندريتا طبعا اجربهم كلهم ان شاء الله اليوم. اوه عندهم اوفر دوز بعد او دوز، هذا اللي عليه الكلام، جاي الحين اجربه. هلا والله ودني صور. طلبت من عندهم في محمد عبدو في الخلفيه، طلبت من عندهم الكيتسو والكاتسو والرامن، قال لك رامن زين. كل الطلبين يا عيال التوتال تخيل وجبتين ب 250 ريال، هيك العب الرخص والله. يعني شوف هذا الشيء اللي اتوقع راح يميزه عن غيره، سعره مره حلو وتشوفه عاد. لسه الحين ما شفنا الجوده لكن بنذوق بعد شوي ان شاء الله، انه على التوقعات يعني. طيب شوفوا يا عيال من لقينا صالح ومصعب صديقنا في ارك جلدناه في اخر حلقه، نورونا المكان وانا نورتهم ان شاء الله، وبذوقهم الكوكيز ان شاء الله يعجبكم. اعطوني عاد تقييمكم. ترى معلومه عنا، ترى ما نجامل اي مشكله اذا شيف صريحين. طيب شوف اذا جاز لكم بحطه عندكم الورشه. طيب كذا حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا ايش تبي؟ اي واحد هو في نكهات ولا كلها نفس الشيء؟ شوف اللي فيها شوكليت اكثر شيء. هذا شكلها، وهذه لي طريه. شوف اللي يعجبني في الكوكيز انه يكون طري. الله يعافيك. شوف ما بنجامل. وربي اسطوري والله حلو، والله مجنون، والله حلو، والله مجنون. انت سويته والله مره لذيذ. دام هذا بزنسك ولا ايش؟ بدي اخلي بزنس انا.
والله لذيذ. والله ينفع والله. والله لذيذ. ايه ايه ارسل لي الخلطة. شوف العضة صغيرة حقها. والله ممتاز. والله ممتازة. والله يا قيم 10 من 10. 10 من 10 والله. يا قيم نزل نزل. والله 11 من 11 من 10. زد. والله حلوة. والله مرة لذيذ. الله يحييك حبيبي. الله يسعدك ونشوفك على خير. هذا شنطتك بعد؟ خلاص ذوقنا اوبلز ومصعب صراحه نور بلوك، والحين بجرب انا الرامن والكاتسو بعد تقييمي صدق، يعني تقييمي بيكون هل برجع على سعره، برجع له ولا لا، مو بواحد من عشر لا، يعني بشوف برجع له ولا لا، في الغالب برجع. معطيني صوص زياده سبايسي بس والله ما احطه حار مره عريق. صراحة جبار والله جبار، وعلى سعره سعره 16 ريال ونص، والله شيء اسطوري اسطوري مرة. الحين بجرب، طبعا ما قدرت اخلصه، ما اقدر اخلصه بس باخذه معي وبجرب الحين الكاتسو. اول شيء بجرب الدجاج صراحة، بطاطس اهم شيء، عيال والله شغل عالمي صدق، والله يا جبار مره، والله ما امزح يعني صدق، ما جامل ولا شيء. الكاميرا في قريبه، لكن على اول شيء على سعره ما توقعت ابدا يكون جوده عاليه زي كذا، مره جوده جبار جباره مره. شوفوا من لقينا ابو عمر، تو طبعا ضايقين طبخه ما شاء الله، 10 على 10 ما شاء الله، ما شاء الله يسعدك. والله اني مشتهي كوكيز وجاني كذا في الوتر الحساس، جعله بالعافيه. والريحه بدون مجامله، شيء بدون مجامله. شوف كيف طريقه اصلا، جعله بالعافيه. شوف هني يضرب والله، جعله بالعافيه. يا اهلا وسهلا، حياك الله. جربت انا اكلك اليوم حلو اوكي صدق، والله لذيذ مره. جربت الروبيان التاكوز حلو، واحد مدحني وجيت تجربه صراحه مره حلو، والله لذيذ مره. طيب جربت الصوص الحار؟ لا ما اكل حار انا خواف اصلا. اما اوكي لا يدري عنك الشيف هنا. طيب. على طول ابا هاي شيف كيف حالك؟ ابيك تجرب الكوكيز. كوكيز ابشر ابشر، انت مسويه؟ ايه، وبيك تقيمه صدق يعني. ترى شوف لازم تعرف انا ماني حول الحلا، نادر مره اللي يعجبني، نادر. اوكي فأنت هنا عادي اكسمها نصين؟ اكسمها عادي بس عطني رايك. واضح انها فلفي كذا. اي لين بسم الله. شوف بدون مجاملات، ترى انا ما نجامل، ما راح اجامل، ما راح اجامل. لا عاد جعله بالعافيه، جعله بالعافيه، والله لذيذه ولا اجامل ولا اي شيء، ما شاء الله تبارك الله. هاني الله يسعدك يا رب. كان تبي تحطه في الستاند عندك هنا، ابشر اعطيك واحد كامل والله. ارسل لي كليب. الله يسعدك يا رب. الله يعافيك يا بالعافيه على قلبك. الله يعافيك. بدأ الفعالية الحين، بيدخلون اليوتيوبرز. المهم أنا مزامن الحين، زامن من الإزعاج. الزبدة طلبت السيجنشر حق بندر، والله إزعاج. المهم بجربه هو الحالة صراحة، سعره شوي غويلي على بطاطس بس إن شاء الله أنا كويس.
واو والله لذيذ مرة لذيذ والله حلو غالي بس إنه حلو. زي ما انتم عارفين انا رحت اجرب مطاعم الشباب فالكونز في مقرهم، رحت مقرهم وتجرب مطعم كل واحد فيهم، واذا لقيت احد اخليه يجرب الكوكيز حقي. طبعا الكوكيز حقي كلكم تعرفون في القناه 10 على 10 احسن كوكيز في العالم، ما حد يسوي زيها، وصفه سريه ولا اعطيها احد، لن اعطي احد. طيب لا جينا نتكلم على موضوع تقييم الشباب. ممكن انا في المقر طبعا طبعا الكام للاسف خلص بطاريه، واذا كان ودي اصور اكثر واصور المدخل المكسيكي والمطعم حقه لكن طفت على الكاميرا، والله انه ما قصر بعد، محمد اعطاني جوال اصور فيه ويذوق الكوكيز حقي، والله انه ما قصر. طبعا هذا الكيس كله اكل الشباب، هذا اللي بقى ما عشان صراحه ما حرام ارمي باكله. المهم شو اقول، والله ما ادري ايش اقول، يعني والله ما توقعت ابد يا عيال، والله ما توقعت ابد. مطعم ابو عمر يعني والله انه يعني فاق التوقعات الصدق. النودلز يا عيال لذيذ مره، ناقصه بس شيء واحد، يعني بكون صريح انا في التقييم، ناقصه شيء واحد اللي هو اللحم، احس يبي له لحم، لحم بقر، لحم اللي هو المهم ناقصه لحم، يعني اندومي لذيذ مره طعمه لذيذ بس ناقصه شويه لحم. يعني الكاتسو يا عيال جميل لذيذ مرة، يعني سعره حلو، أنا استغربت إن أسعاره ما شاء الله جميلة، يعني مرة حلو أسعاره. ليش أنا مضايق موضوع أسعاره وقاعد يعني مدقق موضوع أسعار؟ لأنه يعني في شيء بقوله الحين، يعني بطاطس بندريتا كانت لذيذة، ألذ بطاطس يمكن أذوقها بحياتي صدق حرفيا، حتى الصلصة الثوم حقتها أو المايونيز فيها كذا لذعة ثوم خفيفة مرة لذيذة الزبدة، بس السعر شوي يعني شوي زعلني غويلي شوي، يعني 18 ريال على هذه هو تستحق التجربة، يعني واحد يجربه مره حلو، بس بالنسبه لي انا اشوف 18 ريال غاليه على بطاطس. لكن بندر اصلا بنفسه قال ان شاري نوع غالي من البطاطس ومختار بعنايه وزي كذا، فممكن عشان كذا رافع السعر هو، لكن يظل بالنسبه لي انا اني اشتري البطاطس 18 ريال ما راح تتكرر يعني، بس انه كتجربه والله تستحق تجربه، وطعمه مره دي ما توقعت ابدا انه صدق يعني تعبان عليه الولد، يعني واضح انه بندر اختاره صدق بعناية تعبان عليه، بس اللهم انه لو سعره يعني تحت العشرة ريال كان قلت 10 على 10 تقييمه، لكن عشان سعره قيمه 8 من 10. وجبة المكسيكي محمد خدت انا بس جربت وجبة واحدة، هو عنده صراحة عنده يعني خيارات مرة كثير، فممكن اظلمه شوي في التقييم لاني ما جربت كل الاشياء اللي عنده، جربت شيء واحد بس، ولا ليش اظلم التقييم صدق، يعني الشيء اللي جربته كان لذيذ عجبني اصلا، جربت التاكو بالشرم اللي هو الروبيان، كان المرة لذيذ طبعا، واحد نصحني اياه واحد من الموظفين هناك واللي يشتغل هناك قال لي عنه وجربته والله عجبني مرة لذيذ. كان ودي اجرب اشياء ثانية لكن صدق اني ما اقدر، يا الله انا اصلا يعني ما كملت الا بطاطس بندر صراحة، كان لذيذ مرة عجبني، وكان اخر وجبة هو جربته فقدرت اخلصه، فما قدرت اطلب زيادة عند محمد مكسيكو، جرب اشياء ثانية، جرب الدجاج، اللحم، الكسدية، المدري وشو، ما قدرت، بس جربت الطبق الواحد لانه واحد نصح لي وعجبني صراحة، يعني اعطيه 10 من 10، شوي غويلي فلا نقصه، مو 10 من 10، 8.5 من 10، يعني شوي غويلي بعد حتى هو، لكن بشكل عام انصحكم تروحون تجربون، مو بس الاكل لا، تجربون انكم تدخلون تشوفون المكان، الفعاليه من تدخل لين تطلع وانت في فعاليه ورا فعاليه ورا فعاليه، في استقبال للضيوف، في ترحيب، في مسابقات، في بعد تسلم على اليوتيوبرز، بعد تروح تجرب اكلهم، في فعاليات مره حلوه، يعني انصحكم مره انكم تروحون وتجربون، هذه مره في السنه مره في العمر، يعني ما تستحق الروح والله. وقبل ما اختم ابي اقول لكم بس لا تنسون جيمرز 8 يا شباب، شهر 7 وشهر 8 ميلادي في بوليفارد في الرياض، لا يفوتكم المكان، جميل مره، عندكم فالكونز اتش كيو وعندكم باور فيلا برضو هناك موجوده، ما رحتهم الان نبغى نروح بعد حتهم، فروحوا استمتعوا تمشوا، في بطولات راح تصير برضو تبع الدوري السعودي مره، بطولات مره كثير، يا نشوفكم هناك ان شاء الله في المستقبل، سلام.